مساء الخير وحياكم الله في حلقة جديدة للراصد. في هذه الحلقة العديد من الموضوعات، دائما التواصل معنا رقم الواتساب وأيضا حسابنا في تويتر الراصد. إلى عناوين حلقة الليلة: أمام وزير التعليم طفلة ترتبك في تقديم حفل اليوم العالمي للطفل، وآل الشيخ أنت مذيعة المستقبل. قبل النهائي بـ24 ساعة، ما هي رسالة جماهير الهلال لسلمان الفرج ورفاقه؟ ومن منطلق وابنة نجران الشاعر الجازي اليامي تبهر الجمهور بنثرها. من منطلق الريادة في الابتكارات والكفاح للسيطرة على نسبة السكري بالدم، وفي مؤتمر صحي في جدة تم الإعلان عن ابتكار أول دواء على مستوى العالم على شكل أقراص لتعزيز السيطرة على مستوى السكر بالدم للمصابين بالسكري من النوع الثاني. يأتي العقار ليكون بمنزلة خطوة مهمة لتزويد مرضى السكري بمزايا علاجية مفيدة بقرص يؤخذ يومياً بكل سهولة وراحة. عبر سكايب ينضم لي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الشيخ، بروفيسور أمراض الباطنة والسكري والغدد بجامعة الملك عبد العزيز ورئيس الجمعية السعودية العلمية لداء السكري. حياكم الله دكتور. أول شيء، ما هو العلاج الذي تم إطلاقه؟ أول شيء الله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، ونتمنى الصحة والعافية للجميع، ونشكر قناة الأخبارية على هذه الاستضافة. طبعا أول شيء من نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تحصى، أنه في 20 سنة الأخيرة طبعا في تطورات كبيرة جدا لعلاج السكري خاصة النوع الثاني، ومنها مجموعة تسمى مجموعة الجي ال بي التي تعمل على الجهاز الهضمي. طبعا كانت تأخذ عن طريق الإبر، سواء كان إبر يومية أو إبر كل أسبوع، ونعم الله سبحانه وتعالى أنه في الآونة الأخيرة طبعا تم ابتكار اللي هو عبارة عن أقراص يومية تساعد مريض السكري في التحكم في السكر، وكذلك تساعد في إنزال الوزن، وعن طريق عبارة عن حبوب، لأنه كثير من المرضى في الحقيقة يرفض عملية أخذ الإبر، وهذه بتساعدنا كثير في التحكم في مستوى السكر في الدم. يعني هذه الأقراص تساعد مريض السكري يوميا في المحافظة على السكري وأيضا تنقص الوزن، ها؟ أنت كما تعرف أنه طبعا مريض السكري أنه نبدأ معه دائما من النوع الثاني بالرياضة والحمية والأساس في العلاج، وبعد كذا حبوب. كثير من المرضى بعد أخذ الحبوب ممكن يحتاج إلى أخذ بعض الحقن، سواء كانت أنسولين أو إبر اللي تساعد على تنظيم السكر، لكنه الآن مع الوجود هذه الحبوب طبعا ممكن مريض السكر يعني فترة أطول يستغني عن عملية الحقن ويستفيد من هذه الحبوب بالإضافة للحبوب السابقة في التحكم في السكر، وكذلك تساعد في إنزال الوزن. أهمية الأقراص هذه لمرضى السكري يا دكتور ما هي؟ طبعا هذه المجموعة تم اكتشافها من فترة طويلة، لكن في الحقيقة لم يوجد لها علاجات إلا في 15 سنة أو 20 سنة القريبة. طبعا كانت في البداية عبارة عن إبر، لكنه تم الاكتشاف من في الفترة الأخيرة عبارة عن حبوب. طبعا هذه تعمل على الجهاز الهضمي وتساعد في منع امتصاص السكريات، وكذلك تمنع الشهية لأنها تزيد من هرمونات الشبع في داخل جسم الإنسان، وكذلك تحفز البنكرياس لإفراز الإنسولين. فهي بتساعد إنها عندما يزيد السكر طبعا تحفز البنكرياس لإفراز الإنسولين، وفي نفس الوقت تدي إحساس بالشبع وتقلل من عملية زيادة الوزن وتساعد في إنزال الوزن. فهي بتساعد في تنظيم السكر وكذلك بتساعد في إنزال الوزن. دكتور، هل هذا الإنجاز موجود في السعودية الآن فقط كعلاج؟ طبعا هو موجود، طبعا في علاجات كثيرة موجودة في السعودية، لكن هذا العلاج موجود الآن في الشرق الأوسط، موجود ما عندنا في السعودية على مستوى الشرق الأوسط، موجود طبعا في الولايات المتحدة من فترة، لكنه على مستوى الشرق الأوسط أول دولة يسجل فيها هي في السعودية. أول دولة يسجل فيها هذه الأقراص في السعودية؟ على مستوى السعودية طبعا. الآن هل هي في السوق دكتور، موجودة في السوق يقدر الواحد يستخدمها مريض السكري؟
طبعا متوفرة الآن في السوق، متوفرة في الصيدلات الرئيسية، متوفرة في بعض المستشفيات الخاصة، ونتمنى إن شاء الله في القريب العاجل تكون متوفرة في كل مستشفيات الصحة وفي المستشفيات الحكومية كلها، لكنها متوفرة الآن في على مستوى المستشفيات الخاصة، متوفرة على مستوى الصيدليات. هل ستغني هذه الأقراص عن كمية الإبر اللي قاعدين يأخذونها مرضى السكري والأدوية اللي تكون بكيس هذا كبرى؟ هل هذا سيغنيهم؟ تكفيك حبة كل يوم وانتهينا؟ هو كما تعرف من أساسيات علاج مرض السكر هو إنزال الوزن، فهي طبعا لما تنزل وزنك حتقلل كثير جدا من عملية سواء الحبوب أو سواء الإبر، فهذا العلاج بيساعد على تنزيل الوزن، فإذا الإنسان اجتهد في إنزال وزنه بسواء بالحمية بالرياضة مع استخدام هذا العلاج، فهو طبعا بيتفادى كثير من العلاجات، وكمان بيأخر استخدام سواء الإبر سواء كانت حقن عبارة عن الأنسولين أو عبارة عن الحقن اللي هي تساعد على تخفيف الوزن، فهذه الحبوب بتساعد صحيح ما تغني عن كل العلاجات، لكنها بتساعد من الإقلال من أخذ الإبر، وفي نفس الوقت بتساعد في كمية الأدوية اللي يتناولها الإنسان، خاصة إذا المريض الذي يعاني من مرض السكر نزل وزنه، فهو بيقلل من استخدام الحبوب اللي بتنظم السكر. وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، السعودية تحتل المرتبة الثانية في الشرق الأوسط والسابعة عالميا في معدل الإصابة بمرضى السكري. يعني احنا ما نبغى نصير أول في هالموضوع، نبغى نكون 10 و11، شلون؟ للأسف هذا صحيح، للأسف إنه يعني لو لاحظنا في الثمانينات كان نسبة السكر 2%، بعد كذا زادت إلى 5%، حتى وصلنا إلى الآن ما يقارب فوق 20%، أو تقدر تقول ربع سكان المملكة يعانون من مرض السكري. صحيح نحن من الدول يعني الأوائل في نسبة الإصابة بمرض السكري، وهذا ناتج من زيادة الوزن والإقلال من مزاولة الرياضة، ولو أنه الآن في جميع مدن المملكة البلديات في الحقيقة ما قصرت، أوجدت أماكن لمزاولة الرياضة بدون مقابل، رياضة المشي في معظم الأحياء سواء في مدينة الرياض أو في مدينة جدة، فالمجتمع يحتاج بعض التثقيف أنه لابد يجد بعض الوقت لمزاولة الرياضة، فمزاولة الرياضة بتقلل من عملية الإصابة بهذا المرض الذي هو منتشر في السعودية، ونعتبر إحنا الأوائل فيه. نتمنى إن شاء الله بإذن الله في قادم الأيام أن نكون طبعا السمنة تقل، وكذلك الإصابة بمعدل السكر يقل، وهذا بيساعدنا. طبعا أنت عارف أن الإصابة بالسمنة أو بالسكر مضاعفة السكر نعم، بيأثر حتى على الاقتصاد العام للفرد. أنا شاكر لكم مقدر. نحتاج كثير من المشي في الحارة، المشي في الأماكن المختلفة، أن نوقف سياراتنا بعيد ونحاول نمشي. الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الشيخ، البروفيسور في أمراض الباطنة والسكري والغدد الصماء بجامعة الملك عبد العزيز، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكاي. الشاعرة الجازي اليامي اللي تميزت بشعرها ولا أحد كان يعرف إلا اسمها في المناسبات الاجتماعية، إلى أن شاركت في واحد من البرامج الشعرية المهمة وتعرف عليها الجمهور بشكل أكبر. خلنا نشوفها ومشاركتها في شاعر المليون. أجد منزال صقر العروبة والحزم والشريعة، غير سياسات ومفاهيم وحوال، نظرته نظرة حر دايم رفيعة، أسس علاقات بمواثيق وأفعال، المجد مجده والفخر من صنيعه، حقق طموحات ولنا حقق آمال، حط المواطن والوطن في الطليعة، وضد التطرف دوم وقف ولا زال، ضد الفتن ضد النفوس الوضيعة، وحد صفوف الأمة وصد الأهوال، جمع قلوب الناس سنها وشيعة. سامتكم. تنضم لي من استديوهاتنا في نجران الشاعرة الجازية اليامي، حياك الله أختي الجازي، يعطيك العافية. يعني في البداية قبل مشاركتك في شاعر المليون، يعني كان في بداية وكان في أسباب للدخول في هذا المجال، حدثيني عنها. أول شيء مساكم الله بالخير وشاكرة لكم الاستضافة. بالنسبة لمجال الشعر، يعني إيش الأسباب أو كيف البدايات؟ بدايتي مثل بداية أي شخص يمتلك هذه الموهبة، مريت بمراحل متعددة، حاولت أني أطور من نفسي في هالمجال إلين وصلت إلى ما أنا عليه الآن.
انت ما كان لك مشاركات اعلاميه في الفتره الماضيه، ليش ما كان لك هذا الظهور الاعلامي؟ انا دائما يعني كان يهمني ان ظهوري يكون في منابر اعلاميه قويه. يعني فشفت ان برنامج شعر المليون هو البرنامج الاقوى كبرنامج شعري وناجح بكل المقاييس، لذلك حرصت ان يكون تواجدي او ظهوري الاول يكون من خلال برنامج شعر المليون، والحمد لله وفقت. وغير كذا في حال توفرت لي الفرصة يعني في أي مكان، يعني الفرصة المناسبة، بالعكس أنا سأتواجد بلا شك. الشعر الجازي لما نتكلم عن الشعر أنه خاص بالرجال أو يعني المميزين بالشعر الرجال، في ناس كثير يحاول يحط هذه كإطار عام ويقول لك الشاعرات النساء ضعيف أدائهم، ضعيف حضورهم، ولذلك هذه شغلة الرجال. إيش ردك عليه؟ بالعكس أنا أشوف يعني أن الشعر زي ما أنا قلت وأرجع أقول، الشعر ما هو حكر على أحد دون أحد. الشعر بالعكس ممكن حتى بعض الشاعرات أبياتهم لحد الآن يتم تداولها بشكل كبير، فأنا ضد هالنظرية تماماً، ضد النظرية هذه. بالعكس في شاعرات موجودات في الساحة، في شاعرات من قبل أثبتوا وجودهم وما زال لهم يعني أبياتهم لحد الآن يعني. أنا أبغى أسمع منك الجازي، لازم تسمعينا اليوم. بإذن الله يعني أنا ممكن، يمكن أنا ماني مجهزة شيء كثير، ولكن ممكن أسمعك كم بيت من كذا نص. يلا سمعيني أي نص. أبا سمعك بيتين أنا كتبتها في بعد وفاة أخوي الله يرحمه، كان هو الأقرب لي، يعني كان أقرب إنسان وأقرب شخص لي أنا، كان بيني وبينها أشياء كثير ومواقف كثير. فمن ضمن القصيدة أنا كتبتها بيتين، يوم أقول يطري علي صوته وتخنقني العبرة، ليته لي من دعيته عادي يسمعني، خلوني أروح أزوره واحتضن قبره، لحد اللي جيت أزور القبر يمنعني. يعني فهذه من ضمن القصيدة كاملة يعني أنا كتبتها، هالبيتين اللي تحضرني الآن. وما قلتي شيء في نجران؟ آمين الله يسمع منك. لا كتبت كثير في نجران، كتبت قصائد وطنية يعني في سمعيني شيء أكثر عن نجران. من أوبريت وفي أكثر من مناسبة. يوم أقول يلا عسى الراعد اللي لاحت بروقه، تسقي ديار الفخر والعز تسقيها، الديرة اللي بوسط القلب وعروقه، يكبر غلاها معي وأحب طاريها. يعني إلى آخر القصيدة، يمكن ما جهزت، ما كان عندي خلفية أنك ممكن تطلب مني نص هذا، ولكن على بيتين بيتين. سلامنا لأهل نجران وسلامنا لأهل جميعا. هذه كانت ضمن إحدى الأوبريتات اللي عرضت أمام سيدي. أكيد كانت أمام أمير نجران. أنا شاكر لك والله ومقدر أختي الجازي اليامي الشاعرة اللي من نجران مشرفتني، شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية. بكرة بتقام مباراة الهلال في نهائي كأس أبطال آسيا باستاد الملك فهد الدولي درة الملاعب. هذا الملعب له قصص كثيرة في حياتنا الرياضية، شارك في رسم الابتسامة على شفاهنا بمناسبات كروية ومحلية وعالمية. خلنا نشوف هذا التقرير اللي عن هذا الاستاد. في شرقي الرياض ملعب استثنائي صمم من وحي الثقافة السعودية، أطلق عليه درة الملاعب لما كان يحمل من نقلة نوعية على مستوى الشرق الأوسط. استاد الملك فهد الدولي، الملعب الذي أنشئ في عام 1987 للميلاد ليعلن حينها عن منشأة استثنائية ضخمة احتضنت أهم المنافسات المحلية والعربية والعالمية،
يتسع الملعب لأكثر من 60,000 متفرج، وتبلغ إجمالي مساحته 500,000 متر مربع. ويتميز درة الملاعب بتصميمه المستوحى من الطابع البدوي القديم والطراز المعماري الحديث، كما يتميز بإضاءة متواجدة على سقفه بشكل دائري تمنع من وجود ظل اللاعبين على المسطح الأخضر. ذكريات جمة عالقة في أذهان الرياضيين ابتدأت في أولى المباريات بين المنتخب السعودي والعماني، مروراً ببطولات محلية وآسيوية وعالمية كان لهذا الاستاد السبق في احتضانها. في اليوم 23 من نوفمبر الجاري، حيث المكان هو المكان درة الملاعب، واللقاء المنتظر نهائي دوري أبطال آسيا، والأطراف المعتادة زعيم القارة الهلال وبوهانغ ستيلرز، وكل آمال الهلاليين أن يعيد سالم الدوسري ورفاقه ذكريات موقعة عام 2000 ضد جابليو الياباني. أربع وعشرين ساعة تفصلنا عن نهائي دوري أبطال آسيا اللي يجمع الهلال مع بوهانغ ستيلرز الكوري في استاد الملك فهد بالرياض. زميلي عبد الرحمن الأحمدي، واحد من الجميلين اللي معنا في الراصد هنا، راح ورصد أمام نادي الهلال وأمام مقر النادي رسائل عدة من الجماهير للاعبين، خلنا نشوفها. متفائلين إن شاء الله بيخلطهم. متفائلين كل الشعب السعودي والخليجي وكلهم جايين من دول الخليج عشان يحضرون المباراة هذه، وبإذن الله الثامنة جاية. رحنا لطوكيو وتعبنا ورجعنا بالكاس، وإن شاء الله بالمرة بنجيبها من أرض الوطن. رسالة لسالم وسلمان، التركيز أهم شيء والهدوء، وهذه مباراة أعصاب قبل تكون مباراة فيها مهارات وقبل تكون فيها مستوى. المستوى الأول والأخير هدوء الأعصاب وفاك متوقف. سألت للاعبين التركيز في المباراة وعدم النرفزة، حتى والفريق الكوري سجل هدف بداية المباراة بإمكانه إن شاء الله التعويض، وعدم استهتار بالفريق الكوري حتى لو كان ترتيبه في الدوري رقم 13، الكورة ما تعرف إلا اللي يخدمها. يا رب يا من تكريم يا رب. معي أيضا أخوي خالد التميمي من البوليفارد، تحديدا يعني عند مقر نادي الهلال في البوليفارد. حياك الله خالد. خالد تسمعني؟ خالد. نعم، أهلا وسهلا بك عبد الله، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. نعم بالفعل اسمعك عبد الله. اتواجد في منطقة سبورت في بوليفارد رياضتي، حيث نعم طبعا عبد الله الاجواء هنا صراحة كروية الى ابعد درجة. اليوم الهلاليين والجماهير الاخرى يحتفلون في مقهى الهلال بالمباراة والنهائي المرتقب الذي يجمع الفريق الهلالي مع بوهانغ الكوري يوم الغد في نهائي دوري أبطال آسيا. طبعا الأجواء هنا صراحة عبد الله مختلفة، هذا اليوم الذي يسبق يوم الغد. يوم الغد بطبيعة الحال سوف تكون الأجواء أكثر حماسا، أكثر تفاعلا مع المباراة. طبعا المقهى يوم غد عبد الله راح يعمل بعض الاحتفالات البسيطة عند بعض الأهداف إذا قام بتسجيلها نادي هلال، البالونات الطائرة وغيرها من الاحتفالات التي يقدمها لزواره ولمشجعين نادي الهلال. طبعا عبد الله أنا بأترك المجال لبعض المشجعين اللي اليوم بيعطونا الآراء، يعطيك العافية. بداية أنا أشوفك اليوم مبسوط ومستانس وجالس في مقهى الهلال، بكرة نهائي، كيف أوضاعكم معه؟ والله الحقيقة نهائي مربك قليلا، لأن ممثل الوطن راح يمثل السعودية بكرة إن شاء الله، نتمناها ثلاثية إن شاء الله بإذن الله للهلال بإذن الله إن شاء الله. توقع من اللي بيسجلها؟ والله أتوقع سلمان الفرج، فيها قولان، أتوقع إن شاء الله سلمان الفرج، يعني ياسر شهراني، ونتمنى إن شاء الله الفوز في الأخير. أنا يعني يهمني نادي الهلال ويظهر بالمظهر المناسب للوطن، وإن شاء الله يوفق جميع الأندية المنافس والفريق
تقليدي، المنافس التقليدي فريق النصر، وإن شاء الله إن شاء الله إلى الأمام بإذن الله. شكرا لك. أيضا أحد الزوار ومشجعين اللي اليوم موجودين في نادي الهلال يعطيك العافية. بداية أسألك عن انطباعاتك عن المباراة، كيف تشوف مباراة بكرة، توقعاتك؟ طبعا مباراة بكرة ليست تمثل الهلال والهلاليين فقط، هي تمثل الوطن. نتمنى إن شاء الله فوز هلالي عريض غدا، نتمنى إن شاء الله أنه ترتفع راية البلد في هالمحافل، ونتمنى أيضا أنه يكون هناك لعب نظيف يعكس ما وصلت إليه الكرة الآسيوية والكرة السعودية تحديدا. الأمنيات ما راح أسألك عنها، لكن أسألك عن التوقعات. والله إن شاء الله فوز هلالي إن شاء الله 3-1 يمكن، يعني مجرد تخمين. العافية شكرا لك. يا اهلا وسهلا، شكرا. طيب عبد الله مع واحد اليوم مشجعين اللي لابس زي الهلالي، يعطيك العافيه. كيف التوتر معك؟ فيه دائما قبل اي نهائي كبير ومرتقب يكون الجماهير دائما تترقب، وبعضهم يقول لك انا والله ما انام الليل. كيف الاجواء هذه معك؟ الاجواء توتر، وانا اللي مخوفني الاحتفاليات، ويعني كانوا واثقين ان احنا محققين البطوله صح، خاصه ان جمهور الهلال بصفه عامه. خوفك الاحتفال المسبق؟ نعم صحيح، اكيد ما يبغى لها احتفال الهلال بالبطوله السابقه، خلاهم يثقون بال انهم خلاص محققين. خالد اقول اكثر من كذا ايش؟ تفضل عبد الله، اسمعك عبد الله. يعني هذه اصدق كلمات ممكن تسمعها، هذا اللي معك الان قاعد يقول احنا قاعدين نحتفل، ولنا فتره قاعدين نحتفل، وهذا الشيء اللي بصراحه يخوف، انه من فترة قاعدين نحتفل بالنهائي ومستعدين لأنه الكاس حنا ماخذينه. الكورة تعطي اللي يعطيها في الميدان. أنا شاكر لكم مقدر أخوي خالد التميمي من البوليفارد، تحديدا من أمام مقهى نادي الهلال. يا رب أن نفرح بكرة بفوز هلالي كبير، وتكون معنا بإذن الله ونعيش هالفرحة، بس يا رب ما نحتفل قبل النهائي وبعدين تصير مشاكل في النهائي. شكرا جزيلا لك خالد التميمي، يعطيك العافية. في مقطع أمس تداولوه الناس بمواقع التواصل الاجتماعي عن يعني في كمية كبيرة جدا من اللطافة، واحدة من بنات المستقبل كان لها يعني تقديم مميز أمام وزير التعليم، وبعدين صارت ارتبكت شوي. خلنا نشوف المقطع ونرجع من ثاني. والآن مع مشاريع مع كيف حالك يا ماما؟ طيبة. وش اسمك؟ لمى. ما شاء الله بتصيرين إن شاء الله نجمة في تقديم البرامج. كلمة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، فليتفضل مشكورا. درب النجاح ما يعرفه اللي راح وجربه وعاش الكفاح، يمكن تعب لكن وصل ثم استراح. عشان كذا أنا يتعبوني هنا، ما عاد أقدم برنامج يصير فيه مكاني مذيعة الفترة الجاية اسمها لمى الغانم. لمى الغانم تفضلي، يلا حيها، حي الله مذيعتنا، استريحي. يا هلا ويا غلا، حياك الله يا لمى، كيف حالك؟ طيبة. يا هلا، ها مستانسة؟ مبسوطة. قولي لي وش اللي صار أمس؟ احنا شفنا أمس مقطع مرة كويس والناس يتكلمون عنه، وانتي مذيعة الحين جديدة، فنقول حياك الله زميلتي لمى. قولي لي وش اللي صار أمس؟ اللي صار اني تحمست وكنت أبغى أقول كلمة تدجين. تدجين؟ نعم. ايه، فيوم جيت أقولها تحمست مرة، يعني هذه كلمة جديدة علي فتوترت مرة، يعني قدام الوزير فارتبكت ونسيتها وهربتي كذا، قلتي ما عاد بكمل. دبروا عمركم، انا ما لي دخل. ها نعم، ودبروا عمرهم هم، قلتي خلاص انا ما عاد لي دخل. لا لا رجعت. ها رجعتي ايه؟ كملتي الحفل؟ صار لي هذا موقف نهايه الحفل. ايه، وش قال لك الوزير بعدين؟ حفزني واشكره على لطافته وحنانته. وش قال لك يعني؟ يعني كان كانه زي ابوك، هو ابوك يعني يعتبر زي وزير التعليم، ابوكم كلكم كطلاب، فقال لك ايش؟ قال لك بتصيرين ايش؟ مذيعة المستقبل باذن الله.
وعلى طول المستقبل جاء بسرعة وجيت اليوم على طول طلعتي هنا. ها؟ على طول صرتي مذيعة. مجرد غلطة. أيوة وخلتك مذيعة. بالضبط. طيب شلون الشغلة، حلوة ولا تعب؟ أنت اليوم جيتي عندي هنا شلون شفتي الشغلة؟ جميلة. حلوة؟ حلوة مرة. شوفي حتى لو غلطنا الحين أنا وياك هنا ترى عادي. ها؟ تمام. خلنا عادي إذا غلطتي عرفي إنه اللي يشوفونك هذول زيك عادي يغلطون ويصير صح ويصير غلط صح؟ صح. متى ناوية تجين تشرفينا هنا ويعطونك شغل وتصيرين تكرفين زيي؟ إن شاء الله بعد 20 سنة. 20 سنة؟ إحنا جايبينك إذا تعبت أنا تجين مكاني. إيش توظفت إن شاء الله؟ إن شاء الله يا رب قبل وتشرفينا في القناة هنا والإخبارية مكانكم، أنا أعتبرها أنتوا أهل الدار، إحنا بس اللي نطلع. زين؟ زين. قولي لي أنت بأي سنة الحين؟ خامس. خامس ابتدائي؟ نعم. كيف الدوام في الفترة هذه؟ عادي، جميل، سهل. أنا والله شاكر لكم، مقدر، مبسوط، وزارة التعليم اللي اليوم إحنا تواصلنا معهم على طول وصلونا بك، شكرا لهم. وانتي مشرفتني ابي اليوم انتي تختمين الحلقه للناس، لانه انا اليوم شايب وانتي الشباب اللي مشرفت. يلا ختمي للناس وتكلمي معهم. وانتهينا بهذه حلقه اليوم ونشوفكم غدا باذن الله. وزودي شوي كلمتين. مشتاقه لكم بكره، قولي كذا. ان شاء الله مشتاقين لكم ان شاء الله، وعاديه يعني غلطه بسيطه ان شاء الله. يعني سمعي صديقاتك. اهلا. مين صديقتك اللي تحبينها؟ كيف؟ فاطمة. فاطمة مع السلامة، قولي لها سلمي عليها. السلام عليكم. هلا فاطمة، يلا مع السلامة. أنا مبسوط إن أنت شرفتني. شرفك.